الله الرحمن الرحيم. السيد المستشار الجهوي وعضو المكتب السياسي محمد وجرات، الساده اعضاء المكتب السياسي عبد القادر سلامه والسيد محمد الصديقي، الساده البرلمانيون، السيد المنسق الاقليمي لاقليم جازيف، الساده المنسقين الاقليميين للاقاليم المجاوره جهه الشرق، الساده المنتخبون، اخواتي المناضلات، اخواني المناضلون، ايها الحضور الكريم، بدوري ارحب بالضيوف الكرام وبكم جميعا في هذا اللقاء المهم. المؤتمر الاقليمي لحزب التجمع الوطني للاحرار بجازيف تحت شعار الطريق الى اربع عمارات. فشكرا لكم جميعا على حضوركم لانجاح هذا المؤتمر. في البدايه اغتنم هذه الفرصه للتعبير عن اعتزازي وقناعتي بانتمائي لهذا الحزب كاول تجربه سياسيه للمشاركه كوكيل اللائحه الانتخابيه التشريعيه الاخيره، حيث كانت التجربه والنتيجه جد مشرفه بحصولنا على اكثر من 15000 صوت و54 مستشار بجميع الجهات الترابيه واكثر من نصف مقاعد الغرف، وهذا كله بفضل ثقه ساكنه الاقليم في الحزب وبفضل مناضلات ومناضل الحزب الاقليم. فشكرا لكم جميعا. ايها الحضور الكريم، لا يفوتني ان اعبر لكم ايضا انني ساظل ادافع عن هذا الحزب والعمل على نصر مبادئه والنضال من اجله بكل قوه. هذا الحزب الذي اقام على العمل السياسي ويقوم بدوره كمؤسسه حزبيه بمعنى الكلمه، خصوصا بالديناميه التي عرفها بقياده الاخ الرئيس عزيز اخندوش، الذي حيث اصبح حزب الانصات بامتياز، حزب التأطير والتكوين والبحث عن الافكار لحل مشاكل المواطنين. فبعد خمس سنوات من الجد والعمل والمعقول، توجت ببرنامج متكامل واقعي قابل للتنفيذ، يستجيب للانتظارات الساكنه كسدنا الرهاب وثقه المغاربه، ليلبئ حزبنا الصداره بالاستحقاقات الاخيره. فهنيئا للاخ الرئيس عزيز اخنوش على الثقه المولويه وقيادته. للحكومه، والحمد لله بوادر تنزيل الوعود التي اعطاها الحزب للمواطنين بدات تظهر، ونحن على يقين بان الانجازات ستكون اكثر من الوعود، لان كفاءه الاحرار عودتنا على الواقعيه في الوعود، وانجازاتها دائما تفوق وعودها. ايها الحضور الكريم، محليا سنواصل العمل في هذا الاقليم الفتي الذي ما زال لم ياخذ نصيبه من التنميه التي تعرفها بلادنا، تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده. وسنبقى اوفياء لحزبنا والعمل على تقويه هذه المكتسبات وتوسيع قاعده المشاركه السياسيه خصوصا عند الشباب والنساء، وتجديد هياكل الحزب بالاقليم وتقويتها مع الوقوف على معاناه الساكنه والبحث عن الافكار والحلول لها مع شركائنا السياسيين. وشكرا جزيلا للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.